فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. هل المقصود بالدعاء هو دعاء معين لا يخرج عنه، أم كل دعاء بخير وبأي لفظ كان ولو باللهجة العامية ويدعو؟ هو كذلك، يعني يدعو بما يوافق الوارد، لو ما هو بلفظ الوارد ما يوافقه يدعو به، ولو باللهجة العامية إذا كان عاميا، أو باللهجة الأجنبية، اللغة الأجنبية إذا كان لا يحسن العربية يدعو بلغته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.